بين كوريا والله 3-0، يعني ما قدرون العراق، كوريا ما قدرون. عنده أيمن حسين بصمة، خوش يلعب أيمن حسين، يعني هو ولا على العراق أيمن حسين. واللواعيب كلها يعني هم زينين، كرار والباقين كلهم زينين، خوش يلعبون. العراق 2-1 إن شاء الله. العراق 2-0 والله إن شاء الله. 2-1 للعراق إن شاء الله. 1-0 للعراق. 3-1 للعراق ان شاء الله. 1-0 للعراق ان شاء الله. الفوز للعراق بنتيجه 2-1. 1-0 ان شاء الله، بس هي صعبه. يعني احنا لا ننسى بالسابق كوريا بعظمتها غلبت المانيا، يعني طلعتهم من كاس العالم. والله اكبر.